عارفين حاجة عن التماثيل دي؟ حافظ إبراهيم شاعر. شاعر بس كده. طب واللي جنبه؟ طلعت حرب. ما أنا قلت لك اسم طلعت حرب. ما تعرفوش؟ ما حاولتوش تعرفه؟ ما بنحبش التاريخ. ما بتحبوش التاريخ؟ أمال بتحب الجغرافيا؟ ألطف. ها؟ ما هم دول تاريخ وجغرافيا وكل حاجة. ما فكرتوش مرة تقفوا جنب تمثال وتقولوا ده إيه وإيه حكايته وإيه قصته؟ ولا الجماعة بتوع أمريكا الجنوبية دول ولا إيه؟ لا بس ممكن نجربها عادي. طب أنتوا بتسلوا وقتكم بإيه؟ بنتكلم بعض، بنعمل حاجات مختلفة. يعني ما تقوليلي يعني مثلا التليفون ده بياخد منكم وقت قد ايه في اليوم؟ كتير. طب وانتوا مبسوطين من الحكايه دي؟ لا مش حاجه تبسط. طب يعني ليه مستسلمين للحكايه دي؟ اصل يعني مفيش حاجات كتير نعملها، احنا بنتكلم بعض برضو ماسكين التليفون، بنفتح يوتيوب مثلا، حاجات كده. شوفوا ايه في اليوتيوب؟ مسلسلات. اكتريت لقطة مسلسلات برضو. يعني في حاجات مثلا لما بتيجي على التلفزيون فاحنا مش بنشوفها عشان بنكون في دراسه، فبنشوفها على اليوتيوب مثلا. لا ما احنا دلوقتي في الاجازه. فبنشوفها. انا عايز اعرف انتوا في الاجازه بتقضوا يومكم ازاي؟ انا باخد كورسات على النت. اديها كورسات ايه؟ كورسات لغات. يعني بدات في تركي، وانا الاول كنت واخده بس الاجازه بتاعت السنه اللي فاتت، وهكمله بقى الاجازه دي عشان ما اخلصش. اشمعنى التركي؟ عشان انا كنت بحب اتفرج على مسلسلات تركي قوي، فلقطت اللغه يا شويه. يا خبر ابيض. حاساها سهله، وكمان لما بقيت اتعلم الكلمات بقيت انطقها زي ما هم بينطقوها عشان انا بسمعهم. انت عايزه لما تيجي تشوفي مسلسل تفهميه على طول. سيبك من الترجمه. ايوه بالذات انا ممكن مثلا اكون بسمع المسلسل وانا بعمل حاجه تانية مثلا، فابقى فاهمه هم بيقولوا ايه. طب لو عملوا لكم هنا عربيه كده فيها كتب ومجلات وكده، تحبوا تقروا؟ جدا. بتقري؟ هاتي بتقري ايه؟ بقرا لدكتور احمد خالد توفيق الله يرحمه، كنت كاتب جميل. وبحب جدا دكتور محمد طه، عشان انا ليا محمد طه طبعا. بحب قوي مجال التطوير الذات، ودكتور ابراهيم الفقي. بسلي وقتي بقى في الاجازه، مش دايما يعني طالما الفون واخد كل وقتي فمش هخليه مجرد تسليه مع صحابي بس، لا بنمي بقى اي قدرات. باخد كورسات، بقرا كتب، بحفظ قران كده، يعني مش كل حاجه تبقى ترفيهيه بس. ده مين تاني بيقرا ايه يقولي؟ جربت اقرا بس حسيت ان انا خلقي ضيق، ماليش في القرايه. يعني جربتي ايه؟ عشان ما يمكن اللي جربتيه هو اللي خلقه ضيق، مش انت اللي خلقك ضيق. ما حسيتش ان انا حابه القرايه وكده، فجربت حاجه تانية. وحاليا يعني بحاول اتعلم ايطالي. حلو قوي. اللي هو كلغه تانية سباكيتي. يعني ايه سباكيتي؟ ما هي بتتعلم التركي عشان تتفرج على المسلسل. انا واخداها كلغه تانية، واللي هو تبقى جنب الانجليزي برضو. يعني انتوا عارفين جمال الدين الافغاني اللي هناك ده كان بيتكلم 7 لغات زمان لما كانت الحاجه دي صعبه جدا؟ ده كان بيتكلم 7 لغات، كل اللغات اللي موجوده كان بيتكلمها. صح. انتوا بتعرفوا انجليزي كويس؟ كويس ازاي يعني؟ دي مش قوي يعني. بس لو فكروش تاخدوا كورسات انجليزي ولا حاجه؟ بتاخدوا؟ بجانب المدرسه طبعا. مين فيكم بتعرف تطبخ؟ انا. وانا برضه خلقك ضيق في الطبيخ كمان. طب قولي انت. بحب الطبخ جدا. بتطبخي ايه؟ كل حاجه. تقفي مع ماما في المطبخ؟ لا بقف لوحدي. يعني انت بتعلم لوحدي ده بمزاجك؟ لا مش بمزاجي والله. ما بتعمليش حاجه للبيت يعني؟ لا بعمل البيت اساسي، بتعلم. طب بتعملي ايه بقى؟ بعمل ايه في البيت؟ بساوي مع ماما الشقه وبغسل المواعين. لا بتعملي ايه في المطبخ لما بتقفي لوحدك بتطبخي؟ بتطبخي ايه؟ بطبخ كل حاجه، يعني بحب اخترع حاجات جديده كمان واشوف من على اليوتيوب ناس وبياكلوا حاجات منها في البيت. ما بحدش بيقلب الطبق؟ لا والله عشان بتبقى طعمها حلو. طب ادي نوران برضو بتطبخي برضو؟ بحب اكتر اعمل اكلات من بلاد بره، يعني غير الاكل الشرقي اللي احنا متعودين عليه. لا بحب بقى ايه، اكل تركي، اكل مكسيكي، ايطالي كده يعني. وبحب انفذ الوصفات الغريبه دي وبعملها كغدا في البيت، مش ليا انا بس يعني. لا بعملها كوجبه اساسيه وهم كلهم بياكلوها عادي. طيب انت قلتي ما بحبش التاريخ؟ انا انت بتحبي التاريخ؟ بحب. طيب هتبقى. طب ما حاولتيش تقنعيها ان التاريخ ده حاجه ممكن تكون لطيفه؟ ما اتكلمتوش في الموضوع ده؟ احنا لسه متعرفين قريب.